متابعينا الاعزاء، اهلا بكم في هذه الاحاطه من عفرين. نجا القيادي في الجيش الوطني ابو وليد العزي من محاوله اغتيال تعرض لها اثناء تواجده بريف عفرين. اطلاق نار من مسافه قريبه تعرض لها العزي من دراجه ناريه جبليه يستقلها مسلحين اطلقوا النار على سيارته ولاذوا بالفرار. ويشغل ابو وليد العزي منصب قيادي في فرقه السلطان مراد التابعه للجيش الوطني. صدرت نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في منطقة غصن الزيتون. مديرية التربية والتعليم أعلنت عن أسماء الطلاب العشر الأوائل في عفرين، وحققت الطالبة سارة جمو والتي تنحدر من مدينة جنديرس المركز الأول بنتيجة 775 من أصل مجموع 800 لتكون الطالبة المتفوقة على مستوى المنطقة، في حين لم تحدد مديرية التربية النسبة المئوية للنجاح والرسوب. تزايدت مؤخرا في مدينة عفرين السرقات التي تستهدف محال الصرافة والمحال التجارية والمطاعم، وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يقوم بسرقة أحد الصرافين مستغلا نومه داخل مكتبه ولاز بالفرار بمبلغ قدر ب$5,000 قبل أن يلقى القبض عليه أثناء مغادرة الطفل باتجاه مدينة إدلب ويتم استعادة المبلغ. ونذكر هنا هذه المشاهد في عفرين قد تكررت مع انتشار حالات التسول وتشرد الأطفال جراء الفقر وانخفاض مستوى المعيشة في الشمال المحرر وقلة فرص العمل. تستمر الحرائق بالتهام مساحات شاسعة من الأراضي الحراجية في ريف عفرين. فرق الدفاع المدني تمكنت وبعد جهود دامت لساعات من إخماد حريق اندلع في أحراج جبل هاور بقرية اليابسة بناحية بلبل. المتطوعون عملوا على عزل الحريق بالمعدات اليدوية للسيطرة عليه لعدم قدرة سيارات الأطفاء على الوصول للمكان بسبب طبيعة تضاريس المنطقة شديدة الوعورة، وهذا الحال يتكرر مع تكرار الحرائق في المناطق الجبلية. ارتفاع جديد شهدته أسعار الشحن الكهربائي في عفرين. شركة الكهرباء رفعت السعر بزيادة قدرت عن الشهر الماضي ب30 قرش للشحن المنزلي، ليكون قد ارتفع سعر الشحن خلال أقل من شهرين قرابة الليرتين للكيلو الواحد. ارتفاع رغم أن البعض يعتقد بأنه بسيط لكنه مرهق ومكلف بالنسبة للأهالي الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة وغير قادرين على تحمل مثل هذه الزيادات. هذه إحاطتي لليوم، دمتم بخير.